السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله مصطفى عبد الله. النهاردة بإذن الله هنشرح طريقة جديدة في كيفية الإبلاغ عن الصفحات المسيئة للإسلام من خلال إرسال رسالة إلى إدارة الفيسبوك. كنا شرحنا الطريقة دي قبل سابق في صورة، ولكن حاليا دلوقتي احنا بنشرحها فيديو لسهولة استخدام الطريقة. إنها طريقة فعالة جدا في غلق الصفحات المسيئة للإسلام. هندخل على الرابط اللي هو مرفق مع الصورة، وهيكون مرفق مع الفيديو بإذن الله بعد الانتهاء منه. ناخده نسخ ويرجى فتح الرابط في متصفح آخر. بنفتح الرابط في متصفح آخر. بمجرد فتح الرابط هيظهر معايا الإبلاغ عن انتهاك شروط فيسبوك. هنلاقي إبلاغ عن انتهاك شروط فيسبوك. بعد كده بنضغط على إساءة وإزعاج آخر. بنضغط على آخر خيار موجود تحت، إساءة أو إزعاج آخر. بعد كده هل تمتلك حساب فيسبوك؟ هل تمتلك حساب فيسبوك؟ بنضغط على كلمة لا. والهدف من الضغط على كلمة لا إن احنا بنخبر إدارة الفيسبوك إن احنا وجدنا على الموقع بتاعها محتوى مسيء للإسلام، فبنبلغهم إن المحتوى ده مسيء. فدايما إدارة الفيسبوك هتنتبه للأشخاص اللي هم مش مشتركين في الموقع على أساس إن هي تجلبهم أو تحسن من خدماتها، بحيث إن الأشخاص دول يقدروا يستطيعوا سابقا في المستقبل إن هم يلتحقوا بالفيسبوك. هنلاقي أول خيار اللي هو عنوان البريد الإلكتروني. بنكتب في مربع عنوان بريدك الإلكتروني، بنكتب هنا أي إيميل سواء جيميل أو هوتميل أو ياهو بنكتبه. يشترط إن هو الإيميل، طالما أنا ضغطت على كلمة هل تمتلك حساب في فيسبوك وقلت له لا، بكتب هنا بكتب يكون عندي إيميل غير مشترك في الفيسبوك. بنكتب إيميل مثلا، لازم أكتب @yahoo.com اسم الشركة سواء هوت ميل، لازم لابد ان هو يكون في عندي بنفس الطريقة دي backlove85@yahoo.com. ده مثلا ايميل من الايميلات. لو هنا مثلا هغير اسم الشركة، لو انا مشترك في الهوت ميل او الجيميل مشترط ان هو يكون عندي ات. بعد كده هنا دي اهم خطوة اللي هي محدد موقع المعلومات لهذا المحتوى. بتعتبر الخطوة دي هي من أهم الخطوات. إزاي إن أنا أقدر أجيب رابط لمنشور مسيء للإسلام في صفحة مسيئة للإسلام؟ يعني إن أنا بدخل على الصفحة المسيئة للإسلام وأقدر أجيب منها رابط معين لمحتوى معين مسيء للإسلام. هندخل نروح مثلا للصفحة، مثلا الصفحة دي اللي هي مسيئة للإسلام. بندخل عليها ازاي انا اجيب الرابط؟ بلاقي دايما تحت اي منشور، فوق اي منشور فوق بلاقي تاريخ. بلاقي التاريخ ده اللي هو 5 مارس. بضغط على التاريخ. اول ما بضغط على التاريخ مباشرة بيبتدي يحولني للرابط نفسه. بيحولني فين؟ بيحولني للرابط وبيديني ايه؟ بيديني رابط المنشور. فبلاقي هنا ظهر معايا هنا تحت ايه؟ ظهر معايا التاريخ بتاع المنشور 5 مارس. بلاقيه 5 مارس في 11:55 ايه؟ 55 صباحا. ده اللي هو ايه؟ ده رابط المنشور. وبلاقي المنشور ظهر معايا في صفحة جانبية. الصفحة الجانبية دي من خلالها أنا بقدر أخد المنشور، باخد الرابط بتاع المنشور اللي هو مسيء للإسلام أو المحتوى المسيء للإسلام. الرابط بلاقيه فوق في المتصفح أهو، ده الرابط باخده كوبي. وبروح بعد كده فين؟ بروح على الصفحة اللي هي إيه؟ اللي فاتحها في متصفح آخر، وبحط الرابط اللي هو إيه؟ اللي هو المنشور، الرابط اللي هو المسيء للإسلام، محدد موقع المعلومات لهذا المحتوى. بعد كده بيقول لي التاريخ والوقت. لو أنا رجعت للمنشور هلاقي التاريخ والوقت فين؟ تحت المنشور أو فوق المنشور على طول مباشرة بلاقيه تحت، باخده نسخ اللي هو 5 مارس. بروح بعد كده بحطه فين؟
بحطه في التاريخ والوقت المحدد، بعد كده الاسم الكامل للشخص المسؤول، هنا بلاقي الاسم الكامل للشخص المسؤول، بروح بعد كده باخد ايه، باخد اسم الصفحة، ولو في عندي حساب مسيء باخد برضو اسم صاحب الحساب، باخد نسخ لاسم الصفحة وبروح احط فين، احطه في الاسم الكامل للشخص المسؤول، بعد كده محدد موقع المعلومات للشخص المسؤول، محدد موقع المعلومات للشخص المسؤول، بروح فين، بروح لرابط الصفحة نفسها، باخد ايه، باخد رابط الصفحة نفسها من فوق اللي هو ده، اللي هو رابط الصفحة نفسها، باخده وبروح احطه فين، احطه في محدد موقع المعلومات للشخص المسؤول. بعد كده هلاقي وصف الانتهاك، طبعا انا حطيت المنشور ده بيعتمد وصف الانتهاك على المنشور اللي انا حطيته، يعني انا حطيت المنشور في محدد موقع المعلومات لهذا المحتوى، بشوف المنشور ده ايه محتواه، هل هو لغة كراهية، هل هو عنف، هل هو سرقة وتخريب، هل هو كذا وكذا، فببتدي احط ايه، ابتدي احط الوصف الانتهاك تحت هنا اكتبه، بروح في ال هنروح بعد كده هنلاقي هنا وصف الانتهاك موضوع اللي هو لغة كراهية تستهدف مجموعة دينية، محطوط بالعربي والانجليزي، هنحط برضه هنحط الجملة دي في ال هنرفقها مع الفيديو بإذن الله، بنروح نحطها هنا اللي هو ايه، لغة كراهية او تهجم شخصي تستهدف العرق او الاثنين، فبنبتدي بعد كده ايه، بنكتبها بالانجليزي والعربي، بعد كده بنضغط على كلمة ارسال، بننتظر، بعد كده بتجيني رسالة من ادارة الفيسبوك، بنلاقي ان هي فيها رسالة شكر ان انا ارسلت تقرير لادارة الفيسبوك ان المحتوى ده مسيء للاسلام. هنا وصلتني الرسالة بيقول لي تم تقديم النموذج بنجاح، شكرا للاتصال بفيسبوك، من المفترض أن تستلم قريبا ردا عبر البريد الإلكتروني. طبعا دي الرسالة دي بتوصل مثلا بعد دقيقة، أو بنتظر لما ألاقي الرسالة وصلتني، يعني بنتظر لابد إن الرسالة دي توصلك بحيث إن هو يكون اكتملت العملية بنجاح، بعد كده بضغط على كلمة موافق، بلاقي هنا إيه اللي إن هو حولني مباشرة على مركز المساعدة، وبكده نكون انتهينا من شرح الطريقة الجديدة للإبلاغ عن الصفحات المسيئة للإسلام. إخوانكم في فريق غلق الصفحات المسيئة للإسلام.